وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جيرمين، بعد التحية، ضعينا في الصورة لديك وانطلاق الاختبارات الخاصة بقبول الدفعة الأولى. المرأة تقود للتنفيذيات، أهم ملامح هذا البرنامج. نعم، بعد التحية بالفعل نتابع معكم في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتأهيل المرأة وتدعمها في المناصب القيادية المختلفة. انطلقت اليوم أول الأيام الخاصة بإغراء المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من المتقدمات لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات. هذا البرنامج وهذه المقابلات بشكل خاص تستمر لمدة 3 أيام لأكثر من 360 متقدمة، وبيشارك في لجان الاختيار والمقابلات عدد من الخبراء والوزراء، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية للاختيار من بين المتقدمات. إذا تحدثنا عن الهدف من هذا البرنامج فهو بيهدف إلى إعداد مصريات وسيدات في المواقع التنفيذية في مختلف المؤسسات والقطاعات، سواء كانت قطاعات حكومية أو قطاعات خاصة، عن طريق تنمية وتمكين المرأة بشكل يتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. أما محاور هذا البرنامج والذي يستمر لمدة 10 أشهر ما بين تدريب يتم داخل مقر الأكاديمية وتدريب لمدة شهر من بين ال10 أشهر سيكون تدريب بشكل ميداني، المحاور تتنوع ما بين العمل على محور المهارات الشخصية ومحور المهارات القيادية ومحور بناء الدولة، محور التسويق ومحور إدارة الموارد البشرية ومحور اللغات ومحور الزيارات، إلى جانب محور التدريب الميداني وغيرها من المحاور التي ستقدم بشكل مكثف إلى المتقدمات ومن سيجتاز هذه المقابلات الشخصية. التقديم كان بشكل إلكتروني لاختيار ما يقارب من 360 متقدمة بيخوضون هذه المقابلات من أجل اختيار بشكل نهائي من سيكون جزء من هذا البرنامج الهام الذي يقوم على تدعيم وتأهيل المرأة في المناصب القيادية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا لك جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.